فاكرين اول مره اتقابلتوا فين يا احمد اللوزي؟ انا فاكره فين طبعا لوزي عند يسرا واحمد اللوزي فين. اكيد بس انا مش فاكره ان احنا اتقابلنا في البيت. انا فاكره قوي الحته اللي بيرستلم. ففاكرين اول مره اتقابلتوا فين؟ بيرستلم. موقف من الطفوله او موقف او مواقف قديمه مش ممكن تنساهالي. مره كنت متخانق مع احمد اللوزي. اكيد كنت متخانق مع احمد اللوزي. انا كنت متخانق مع احمد اللوزي. انت كمان؟ اه اوكي. ومريم جت خبطت على الباب عندي وقالت لي صالحه ومش صالحه وبتاعه. هو عمل لي كارت كده حبيبتي والله ما لذيذ. عمل كارت عشان هو كان خيش جامد يعني. احنا كان عندنا 5 سنين فانا مش قادر اتجه الموضوع بس انا عارف انه كان خيش جامد. وانت صالحتينا على بعض. اغرب رد فعل شفتيه من علي في موقف. انا فاكره ان انا بعد سنين كتير قوي من الصداقه اكتشفت انه علي براكتيكال جوكر. يعني مره استلمني استلمه طويله جدا كده وانا بجد مش عارفه ان هو بيشتغلني. ما عنديش اي فكره وانا اعرفه كويس قوي من ايام بير السلم وما كنتش عارفه ان هو بيشتغلني. والله بجد الحاجه اللي لو اتقالت لك على علي مش هتصدقيها انه بيتكلم على حد او بيجيب سيره الناس او كده. او ان لو حد مثلا قال لي انا قلت لعلي حاجه وقالها نو واي فولت. انا عاجبني الحاجه اللي لو اتقالت لك على مريم مش هتصدقها ان هي كروته الشغل. انها كروته الشغل. اه والله. اوه نايس. نايس ده حقيقي. رمضان كريم. طيب علي انت بتحس ان رمضان لما لما اوكي انت بتحس ان رمضان لما لا يا لا طب انا لا. انا دوري ايه في السؤال ده؟ هي جمله. بحس ان رمضان فوانيس طبعا. اوكي بتجيب فوانيس؟ انا جبت فانوس السنه دي. اول فانوس اشتريه بعرق جبين بفلوسي. بفلوسي. هي حاجه غريبه قوي طبعا. بحب القطايف قوي والقطايف مش موجوده غير في رمضان. هي حاجه غريبه قوي اللي بتحسسني ان رمضان ان قبل الفطار اي عماره هتخشها في اي حته هيبقى العماره كلها ريحتها طبيخ. ايوه طبعا كل عماره ريحتها طبيخ. ايوه. بتفطر على ايه كل يوم؟ شوربه سمبوسك. سمبوسك. شوربه سمبوسك. شوربه سمبوسك ده الاساسي. أوكي. اللي باقي بقى تفاصيل. أوه. بس ده اهم حاجه. لا انا قطايف بالجبنه عشان احنا في البيت بنعمل قطايف حادقه مش حلو. اكتر كرتون كنت بتحبه في رمضان او حاجه اطفال عامه مش شرط كرتون صح؟ كان باور رينجرز بيجي في وقت ما حوالين ال ايوه مش كده؟ ايوه بيجي في وقت ما فعلا. هو كان باور رينجرز. لا انا كنت طبعا كنت بحب بوجي وطمطم زي معظم الاطفال. كنت بحبهم عشان عندهم فيل والفيل ده فيه جليتر. بس بوجي وطمطم مش كرتون. ما يعني باور رينجرز اللي كرتون انت كمان ده مش كرتون بس انا كنت بحبه قوي. وده كان قبل الفطار على طول. قصص الانبياء بالصلصال فاكر. كنت موهومه بفكره انه هو ستوب موشن كبير. ايوه انا كانت بتخوفني شويه في الاول. كانت بتخوفني شويه في الاول بس انبهاري داس على الخوف. ايوه فاهم. حاجه مستحيله كلها على الفطار معروفه ايه ده؟ ما اعرفش. سمك. دي سهله قوي. انا ايه اكتر حاجه اكيد مش هاكلها؟ لحم. لوتس ولا مانجا ولا ريد فيلفت؟ لو اختار هيبقى لوتس. هيبقى لوتس. اه على فكره اللوتس دي يا جماعه بقالها لحظه. الكنافه بالمانجا دي طلعت من 15 سنه مثلا وقعدت بقى وقعدت وجي وراها بلاوي بقى صوت. بتتحججي بايه لما تعوزي تخلعي من عزومه؟ انا مش عايزه اقول. ايه سهله جدا. ايوه التصوير. تصوير. بس على فكره انت عارف اقول لك على حاجه ما قلتهاش لحد قبل كده. تعرف ناس عايزه بعمل كده. انا ما بحبش اكذب بجد بتضايق. ليه ده شيء جميل. لا بجد بتضايق. فخلاص سوري عندي تصويري عالي مش هقدر اجي. خلاص بصور. مش بقول عن تصوير بقول بصور. خلاص هيشير راح مطلع موبايلي واصور. اصورني عشان احس ان انا صورتني. انا ما كنتش بكذب انا بجد صورت. مش عارفه اقول ايه. اوكي ماشي. ثلاث فوازير لنيلي. علم ورق. شكرا باي باي. انا كده خلصت. بس تعرفي ايه الشريهان؟ تعرفي لها فوازير ايه؟ اسمها ايه الفزوره بتاعت درابوك كام بيتي؟ لا ما تسالنيش انا ما كنت صغيره قوي ساعتها فكنت عارفه شكلهم بس ما اعرفش اساميهم. الاجابه ما اعرفش. الاجابه ما اعرفش. اذكر اشهر اغاني رمضان مع ذكر اسم المطرب. في طبعا رمضان جانا عبد المطلب. وفي والله لسه بدري والله يا شهر تم البدر بدري. تم البدر بدري ما هي دي اللي انا بقولها. والله لسه بدري دي بتاع شريف فاضل تحفه. مين بيغني وحوي يا وحوي؟ ما اعرفش. احمد عبد القادر. متى كانت بداية شخصية فطوطة؟ سنة كام؟ أول فطوطة كان سنة كام؟ 82. يا ولد! التتر ده من مسلسل إيه؟ حاجة هتحصل ولا احنا هنفضل في الحتة دي؟ الجبل ولا إيه؟ المال والبنون. المال والبنون الحمد لله. الحمد لله.
منير؟ لا ده مش منير خالص. ثانية اسكت يا علي اسكت ارجوك. أرابيسك؟ طب على فكرة جامد. رمضانك رمضانك بتتفرج على ايه السنة دي علي؟ بتفرج على نيوتن ويحيى الفخراني. انا بتفرج على لعبة نيوتن ونجيب زاهي زركش وضل راجل ونسل الاغراب وزيزي. ايه اللي شدك لدور شويكار؟ ان انا كنت مستفزة جدا اشوف هل انا هعرف اعمل دور برضو في بيريد بيس او في مسلسل حقبة زمنية بشكل مختلف تماما عن ليالي اوجيني ونبيلة، ولا الناس هتحس ان انا الفيزيكاليتي بتاعتي شبه بعضها وطريقتي شبه بعضها وكده. وبعدين شفت ان كان حد كان كاتب تويت على تويتر كده يا جدعان مريم الخوش راحت الخمسينات ومش لاقي ميكروباص يرجعها. ايه اكتر حاجه بتحبيها في شويكار واكتر حاجه بتكرهيها في شويكار؟ انها بتعرف تحاول تماين امورها، يعني بتعرف كده اللي هو طب اجي لك من هنا واجي لك من هنا. طبعا انا طبعا عندي بوش كده. اكتر حاجه بكرهها في شويكار اونستلي برده نسبيا نفس الحاجه، لان انا ساعات بحس متخيل على فكره إيه اللي مسكتك اصلا ايه اللي مسكتك. لو انت مكانها كنت عملتي ايه؟ لا لو انا مكانها انا ما بحبش الف وادور حوالين المواضيع كده، يعني مش هقعد اقول لك مثلا فانت بقى رحت هناك علشان تتاكد بقى انها ما هسالك على طول ايه هو هي هو في حاجه هي البنت دي عاجبك عشان لو كده افهم، بس اخد بعضي وامشي. ايه اللي شدك لدور هشام؟ مكتوب حلو. يعني انا حسيت اصلا انا ليه بسال، هو يعني انا ممكن اعمل دور هشام، انا لو تعرض على دور هشام هعمل يعني فاهم. طب ايه اكتر حاجه بتحبها في شخصيه هشام واكتر حاجه بتكرهها فيه؟ مش عارف ارد رد ما يبقاش رزع حاليا بصراحه. ما انت بترزع من الصبح. ايوه بس برزع على حاجات ما تخصنيش. اكتر حاجه بكرهها لا يعني دي سهله، خوفه. لو انت مكان هشام في الحقيقه كنت عملت ايه؟ انا بالنسبه لي دي اكتر شخصيه بعيده عني عملتها. اه ففي كل حاجه الموضوع مختلف، يعني لو هنجيب من اول علاقته هو مش هبقى في في في, في الموقف ده من الاول. يا بيت الطعام بالنسبه لي انا اللحظه كان لازم ادور على موضوع بيت اللي هو افهم ايه شباب هو الكلام ده بيحصل. احنا لسه هنا، هي حاجه موجوده بس هل حد بيستخدمها ولا لا؟ لا واتسال فيها يعني. رمضان كريم. رمضان كريم. بس قوي ان احنا تعرفنا يا علي. اهلا يا مريم. شكرا.